أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. نعم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أربعة أمور. قال: فرض فرائض، حد حدودا، حرم أشياء، سكت عن أشياء. هذه أربعة أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فرض فرائض أدوها ولا تضيعوها، هذه الفرائض، كالصلاة والصيام والزكاة والحج، فرائض، بر الوالدين، فرائض لا تضيعوها، التزموها. قال: حد حدودا فلا تعتدوها. حد حدودا، الخمر، الزنا، السرقة، حدود لا تعتدوها. حرم أشياء فلا تنتهكوها، كعقوق الوالدين أو إذا الجار أو غير ذلك من الأمور، لا تنتهك المحرمات. ثم قال: سكت عن أشياء فلا تبحثوا عنها. اسكت عنه، اسكت أنت عنه كما سكت الله عنه، اسكت أنت عنه. الأصل فيه الإباحة، طالما أنه مسكوت عنه فإنه يدخل في المباح. نعم.